السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وصباح الخير للناس اللي موجود عندهم الوقت صباح، ومساء الخير للناس اللي هم الوقت عندهم ليل. موضوع النهاردة خاص بالذكور طبعا، من الرجال ولا يخص السيدات، فالسيدات يمتنعون، او اللي متجوزه بقى وعايزه تعرف معلومات عشان جوزها، اهلا بيها، تتفضل تشوف الفيديو. الموضوع بتاع النهارده هو اسمه كسر القضيب او بنايل فراكتشر او فراكتشر اوف ذا بينس. كسر القضيب يعني ايه كسر القضيب؟ هو القضيب ده عظم عشان يتكسر. في حاجه اسمها كسر القضيب. هو القضيب ده عظم؟ لا، القضيب مش عظم وليس في عظام، وده على فكرة مختلف عن بعض الحيوانات الثديية الأخرى. الثدييات الأخرى بيبقى فيها عظمة في القضيب، في عظماية عشان يبقى منتصب ويساعد الحيوان بعض الثدييات انه يقدر يخترق المهبل بتاع الأنثى. اما في الإنسان ما فيش. الإنسان القضيب مكون من ايه؟ من جسمين. الجسم اسمه جسم كهفي، اسمه الجسم الكهفي، اسمه كوربس كافرنوزا، والجسمين دول بيتملوا بالميه، والجسمين دول بيتملوا بالميه. لما بيتملوا بالميه العفو الجسمين التليفون شغلني شويه الجسمين دول وقت الممارسه الجنسيه بيتدفق فيهم الدم بشكل شديد، بحيث انهم بيمتلئوا تماما، بيمتلئوا جدا. ولما يمتلئ اللي هي الاجسام، هم جسمين، الجسم الكهفي ده بالدم بيبقى صلب جدا. تخيل حضرتك لو في خرطوم ميه، احيانا خرطوم ميه مرن، بيبقى خرطوم ميه في انواع منه مرنه جدا، كاوتش مثلا بيبقى مرن جدا، تحطه في حنفيه قويه وتفتحها على الاخر، شوفوا الخرطوم ده بيبقى شديد جدا زي الخشبة او زي العمود الحديد. والمثال على ذلك برضو خرطوم المية بتاع المطافي، اللي شاف عربيات المطافي لما بتشتغل خرطوم المية بتاعها عبارة عن يعني نوع معين من الأقمشة الغير منفذة للماء، مرخي خالص، بيبقى مرخي، بس لما بيضخوا في المية بيبقى الراجل شايله ايه بالعافية وشديد جدا وكأنه شايل عمود من الحديد. فالقضيب نفس الوضع، ما فيهوش عظام، لكن لما بيتدفق بيه الماء بيبقى صلب، وممكن الصلابة دي تكون شديدة جدا جدا عند ذروة الانتصاب. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ازاي بتكسر؟ قبل ما اقول لكم ازاي بتكسر، قبل ما قلت ان الدم بيتدفق في الجسم الكافي اللي اسمه ايه، اسمه كوربوس كافرنوزا. الاجسام ديت محاطه بحاجه اسمها، بنسميها بالعربي او الاسم العربي بتاعها الغلاله او البيضاء. الاسم الانجليزي بتاعها اسمها تيونيكا البيوجيني، يعني الغلاله البيضاء. ديت عباره عن نسيج قوي جدا محيط بالجسم الكهفي ده، وده مهم جدا ان يبقى محاط بنسيج قوي. ليه؟ لان ايه اللي يتحمل ضغط الدم الشديد داخل هذا الجسم الكهفي؟ لازم يبقى محاط بغلافة قوية. هذه الغلافة القوية هي اللي بيحصل فيها ايه؟ التمزق. بس لما بيحصل التمزق مع الانتصاب الشديد بيحصل فرقعة وصوت كأن حاجة بتتكسر، ومن هنا جاء اسم كسر القضيب. ديت اول حاجة نحب نعرفها. التاني حاجة ان الحالة ديت يعني ما مش عايزينكم تتخضوا قوي. ليه؟ لانها قليلة جدا جدا، لانها ما بتحصلش عند كل الرجالة، بتحصل بس عند الشباب. ليه بقى بتحصل عند الشباب ومش عند العواجيز؟ لان طبيعة الحال الشباب بيبقى عنده اندفاع وحماس حبتين، وهم اللي يحبوا بقى يقعدوا يمارسوا الجنس باشكال واوضاع كده غريبة، فمعدل حدوثه بيبقى اكتر عند الشباب. لكن بصفة عامة هو معدله قليل جدا جدا، وبيحصل مش اي ممارسة جنسية، لا بيحصل اكتر في الممارسة الجنسية اللي بتبقى
المرأة فوق الرجل، وده شيء منطقي بوزن جسمها، ممكن وضع غير متزن أو غلط بتقلها بتنزل على القضيب فيؤدي إلى هذا التمزق وهذا الكسر. المعلومة المهمة هنا إن هذه الحالة تعتبر حالة حرجة، مرضية حرجة، وتستدعي تدخل طبي، وبالأخ يعني وبصفة عامة بتبقى تدخل جراحي. طب ليه بنقول إن هي حالة مهمة وطارئة ولازم تدخل؟ هل هي ما تخفش لحالها؟ لا، هي أول حاجة هي حالة طارئة، لأن بيبقى فيها ألم شديد جدا، بس ممكن الواحد يتنصح ويروح ياخد مسكنات قوية جدا فالألم يخف أو يقل أو يبقى محتمل، وخلال مع الوقت النسيج طبعا بيخف بيشفى ويروح الألم. بتحصل الحالة دي امتى؟ لما الواحد يبقى عامل الشغلانة ديت بره خارج نطاق الأسرة، مش قادر بقى يفضح نفسه فيكتم الموضوع ويروح ياخد مسكنات قوية فالألم يخف شوية ويتحمله، وبعد عدة أيام الكسر يخف، بس مش هيخف بقى ويرجع زي ما كان، لا، دي هنا المصيبة، وهي ديت اللي احنا بنقول عشانها ان ده لازم يبقى فيه تدخل طبي، وفي معظم الحالات بيبقى تدخل جراحي، لان الواحد لو راح بقى خد مسكنات قوية والألم تحمله وبدأ يخف، ايه اللي بيحصل؟ ان الأنسجة لما بتخف بيبقى بتكون نسيج ليفي. النسيج الليفي ده ممكن يعوج القضيب، يعوجه بشكل كبير. الاعوجاج ده ممكن يؤدي في النهاية الى فشل او عدم قدرة الرجل على الانتصاب فيما بعد، او عدم قدرته على انه يمارس العلاقة بشكل طبيعي، لانه ممكن يكون يحدث فيه الم شديد جدا، فبالتالي دي مشكلة كبيرة قوي الاهمال في هذه الحالات. فايه اللي بقوله هنا؟ بقوله طبعا للاخوة المتهورين، وفي الغالب يعني مع احترامي للشباب بيبقوا من الشباب سن بقى 18 الى 30 سنة، بنقول لهم اول حاجة الممارسة الجنسية مالوش لازمة انك انت تبقى عنيف، لان ممكن او تستمتع بيها وزوجتك او شريكتك تستمتع بيها بدون عنف زايد، دي حاجة. الحاجة التانية تعمل تكون حركتك محسوبة، ما تتحركش وعقلك غايب، ماشي؟ يعني انا افتكرت واحد مرة بيستشيرني وقع يعني سرير مش زوجي مفرد، وبرضه واخد الامور يعني بعنف شوية، فاكر نفسه بيفتح عكة بيحارب يعني، وراح واقع من على السرير، فوقعته على السرير، واخدين بالكو، نزل على حاجة كده فخدت الحوض، ما نعرفش ازاي جاله كسر. هو طبعا عنده اسباب تدعو الى الكسر، او يمكن السرير عالي شوية، المهم التفاصيل ما مش فاكرها قوي، بس المهم جاله كسر وتنته في، هو يحمد ربنا طبعا ان ما جالوش كسر في القضيب كسر في العظام، قبله يجي 3 4 اشهر يتعالج. فنصيحتي للشباب يعني خد الامور بالراحة شوية وبلاش العنف الشديد، ولما تعمل حركات من اللي بالي بالك دي تبقى حركات معقولة وما فيهاش مغامرة، يعني انا يعني احنا بالعقل كده، يعني مش كل واحد يروح يشوف فيلم اباحي من يحاول يعمل زيه. اشمعنى انا بسأل نفسي اشمعنى الافلام الاباحية اللي بنحب الشاب او الراجل بيحب يقلدها؟ طب ما في الافلام العادية الاكشن، واخدين بالكم، ليه ما بنروحش نقلدها؟ يعني ليه ما بتروحوش تقلدوها؟ اشمعنى الإباحية بتقلدها؟ ما هو يا ابن الحلال افلام الاكشن انت فاهم ان هي فيها مبالغة وفيها تقنيات تصويرية وما الى ذلك، يعني اللي قدامك اللي بيحصل قدامك ده مش بالظبط بيحصل بالطريقة اللي انت شايفها في السينما، في تقنيات كتيرة بتديك ايحاء ان ده فعلا بيتم، فانت مدرك بهذا، فبالتالي في الحياة الطبيعية ما بتعملش الحركات اللي بتشوفها في السينما، ماشي؟
طيب الافلام بقى الاباحيه، ما هي برضو نفس الحكايه، فيها مبالغه وفيها تقنيات فيلميه، واخد بال حضرتك، بحيث انه تبان لك الصوره ان ممكن تتعمل، بالاضافه ان الناس اللي بيعملوا الحركات دي مدربين تدريب رهيب يعني، يعني مش فما تقلتش، ما تقلتش في النهايه، ما تقلتش اللي بيحصل في الافلام ده غير اللي بيحصل في الطبيعه. واذا لا قدر الله حصل ايا كان الوضع بقى، كنت انت عامل المصيبه ديت بره نطاق الزوجيه وبتاع، ما تكتمش تجري على الدكتور وتخلي الدكتور يعالجك، لان انك انت تخبي دي مشكله كبيره قوي قوي، هتندم عليها بقيه حياتك. ده كده كان باختصار، والموضوع مكتوب عندي بالتفصيل في الموقع، اللي يحب يشوفه بحط ايه الرابط، اللينك بتاع المقاله اللي عندي في الموقع تحتيه، واللي يحب يسال اي سؤال يا ريت يتفضل على الموقع ويسال تحت الموقع، ماشي، تحت المقال في التعقيبات يا ريت تسال. وبكده بقى انا كده خلصت الفيديو بتاع النهارده، ارجو انكم استفدتوا، ان شاء الله في فيديوهات قادمه هنتكلم عن الضعف الجنسي واسبابه، هنتكلم عن التواء القضيب برضو، حاجه كده شبيهه بكسر القضيب بس يختلف، لان ده كالتواء برضو اسبابه وبيتعالج ازاي، ومواضيع كتيره من مواضيع بنسميها ايه ميل ديسفانكشن، يعني انواع الضعف الجنسي وامراض الذكوره بصفه عامه. فتابعونا ان شاء الله ونشوفكم كل خير في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.